نتوفق في البطوله دي. وانا معايا بس تليفون مهم من سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرمايه. اهلا بيك يا سياده اللواء. اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم عبد العزيز. ابطالنا صباح النور بالصحه. اهلا بيك يا فندم. حضرتك يعني ابطالنا بيحيوك بقى يا فندم كده وبيصبحوا عليك. احنا دول املنا كلهم هم الاثنين يعني عزم عبد العزيز طبعا واحنا بنتمنى لهم الخير وان شاء الله يا رب يكونوا دايما زي ما هم موجودين حاليا ابطال يستمروا معانا على طول باذن الله. اللهم امين يا رب وكل منتخبنا باذن الله. وعايز اتطرق بقى بالحديث مع حضرتك على البطوله الجايه ان شاء الله ومدى استعداداتنا واحنا زي ما بنقول كده قبلنا بلاء حسن في بطوله الهاندبول. فعايز اعرف من حضرتك بطوله كاس العالم للرمايه ازاي ممكن تكون ملامحها؟ هتتلعب فين؟ عدد الابطال المشاركين، عدد الدول، الاستعدادات اللوجستيه لاستقبال هذه البطوله. هو احنا طبعا لو اتكلمنا عن بطوله كاس العالم دي طبعا احنا بنتكلم عن 34 دوله ما يزيد عن 300 رامي وراميه واداري غير الدوله المضيفه مصر. هتقام في ملاعب نادي الصيد ب 3 من اكتوبر. بطوله طبعا كبيره بعد نجاح مونديال كره اليد. واحنا انا متوقع ان شاء الله ان احنا نكون فيها على استعداد كبير لان احنا ابطالنا بيتدربوا حاليا طبعا التدريب ده بينقطع بل بالعكس يمكن قبل البطوله بفتره كبيره يعني لا تقل عن 10 ايام هيبقى في معسكر ليهم ان هم يبقوا مستمرين في التدريب يوميا بالاضافه ان احنا بقى لنا مده طويله جدا لم نشارك في اي بطوله خارجيه منذ جائحه كورونا. يمكن اخر بطوله شارك فيها عزمي عبد العزيز وباقي اعضاء الفريق القومي كانت في قبرص في شهر مارس الماضي وبالتالي احنا عندنا مجهود كبير بننزله الفتره دي علشان نرجع للمستوى الطبيعي بتاعنا. لكن احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا ويوفق ابطالنا اللي موجودين معانا حاليا ونستمر ونحقق بيهم نتائج عاليه جدا باذن الله. باذن الله. حضرتك قلقان من فكره عدم التدريب لفترات كانت مش قليله؟ انا مش قلقان، انا بس عاوز اقول انه الرامي بيوصل لمستوى معين بيبقى محتاج فيها الى احتكاكات خارجيه ومسابقات كثيره ولكن الواقع الحالي احنا بنعمل بننفذ المسابقات المحليه لاتحاد مصر المائية ولكن طبعا ده غير كافي لانه الاحتكاكات الخارجيه بتخلي الرامي على درايه ووعي بالخبرات الجديده المكتسبه من خلال احتكاكه بالرماة الدوليين واحنا تواجدنا في هذه المسابقات بيضيف ايدينا قوه وثبات على الاداء اللي هم بيستمروا عليه. فانا مش قلقان، انا بقول ان احنا دي فرصه لينا ان احنا على ارضنا وفي ميداننا بس بنحتاج تدريب كتير فيها والحمد لله احنا شغالين على هذا الطريق والمفهوم وهم يعني امهم بصراحه ما خذلونا لا عزمي ولا عبد العزيز ولا باقي احمد قمر واحمد توحيد وماجد اسماء كثيره في رمات الخطوش امرهم ما خذلونا بل بالعكس بينزلوا اكثر ما في وسعهم وانا ان شاء الله متوقع لهم نجاح مبهر في هذه البطوله يا رب. طيب يمكن انا مش عايز اسبق الاحداث لكن اكيد احنا بنستعد كمان لطوكيو. حضرتك هل بتتوقع ان شاء الله يكون عندنا ميداليات باذن الله؟ ان شاء الله احنا ما فيش حد ابدا بيمارس لعبه الرمايه او اي لعبه اخرى الا يكون عنده هدف انه يحقق ميداليه اولمبيه. احنا الهدف بتاعنا ان شاء الله ان احنا نحقق ميداليه اولمبيه ولكن احنا لا نعلم ايه اللي بيحدث لان زي ما انا ذكرت وقلت لحضرتك ان اول بطوله تقام هذا العام في اجهزه الاتحاد الدولي بطوله كاس العالم هي المقامه في مصر. قبليها كان في بطولتين تم الغائهم بسبب الكورونا. فاذا حتى اجنده المسابقات الدوليه المخطط للفريق القومي ان هو يشارك فيها تم الغائها. اذا احنا اول مسابقه واحنا لا نستطيع ان نعلم هل سيتم استضافه بطولات اخرى في دول اخرى ام لا ولكن احنا ان شاء الله في ثقه في ربنا وثقه في اداء لاعبينا ان هم يحققوا المرجو منهم واكثر من كده كمان ان شاء الله. نظام الكبسولات هيكون مطبق بقى باذن الله. والله نظام الكبسوله ده كان في اجتماع مع سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي وكان بيقول لي انه احنا لازم نستمر بنفس اداء كره اليد هننفذ نفس المنظومه على بطوله كاس العالم للرمايه حتى يكون واقع مشرف امام العالم انه مصر تستطيع تنظيم واستضافه البطولات باداء ثابت في الاجراءات الاحترازيه في الاستقبال في التنظيم في الاقامه في التحركات. وبالتالي احنا ان شاء الله هنمشي بنفس المفهوم وبنفس ما هو اتبع مع كره اليد. باذن الله. انا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين
المصري والأفريقي للرماية. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. وكمان